ولو ان الناس يتعاونون على قمع المنكرات وواد الباطل في مهده ما وجد على وجه الارض حرام، لكن هذا يتساهل، هذا يبيع وهذا يعمل وهذا يؤجر وهذا يمنح التصريح. لو ان الناس يتواطؤون يكون عندهم دين يغنيهم الله جل وعلا من فضله، ما احد يؤجر اصحاب المحرمات ما استطاع يبيع في الشوارع، انما يبيع في محلك وفي دكانك، فانت اللي تعينه على ترويج هذا الحرام وتفتح له باب الشر. والله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، والراضي بالذنب كفاعله، والمال المقبوض على الحرام حرام. وقد جاء في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انك لن تترك لله شيئا الا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك شيء الا عوضه خيرا منه، اذا تركت تاجير هذا المحل لانه يبيع الحرام يعوضك الله حلالا، ودرهم من حلال خير من 100 من حرام. والله جل وعلا لا يبارك في المال الحرام. ثم ان الانسان يخلف لاولاده مالا حراما وياكل مالا حراما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البطن الذي نبت من سح النار اولى به، وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصه: وما سواهن يا قبيصه من اسفل سح ياكله صاحبه سحتا في نار جهنم. والعجب ان بعض الناس الان يعيب بعض الصنائع، اذا راى رجلا يشتغل بالنجاره عبا، اذا راى رجلا يشتغل بالحداده عبا، اذا راى يشتغل بها الجزاره عبا، وهو قد يكون يفعل اعظم الجرائم. هذه صناعات حلال. كان بعض انبياء الله كزكريا كان نجارا، داود كان حدادا، وهؤلاء انبياء الله جل وعلا، ومع ذلك هو يعمل الحرام ولا يعب نفسه، والناس ما يعبونه، لكن يعبون الصناعات المباحه، لان مثلا القبيله قد تستقدرها او العادات تستقدرها، لكن هو ما يستقدر الحرام الذي حرمه الله جل وعلا وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتحاشى تغذيه اولاده في الحرام، وانا اعمل هذه الصناعات هذه ما تليق بي يقول، لكن طيب يليق بك الحرام؟ حرام اللي حرمه الله، حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، تغذي اولادك بالحرام سواء عن طريق الالات المحرمه او عن طريق التاجير او عن طريق العمل، كل واحد يعني شركاء اولئك، الذي يستاجر اثم، والذي يعمل اثم، والذي يؤجر اثم، كذلك التكسب عن طريق التجسس ونحو ذلك، هذا كله حرام وسحت ياكله صاحب سحتا في نار جهنم.